السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. حكينا إنه هناك حروف خالية من الحركة في القرآن، ما دام خالية من الحركة هناك حكم، سواء كان في النون المشددة أو في النون أو الميم أو في الأحرف العادية. طيب، وقلنا إذا هناك حكم، طيب إذا كان، ما هو الحكم إذا كان الحرف اللي بعدها مشدد؟ يعني معناته هناك إدغام كامل للحرف. مثال: يدركوا، يدرككم، يدرككم، يعني معناته الكاف الأولى أدغمت في الكاف الثانية المشددة. طيب كيف اللفظ؟ بأروح للكاف، لمخرج الكاف، أذهب لمخرج الكاف وأطلع له طلعة واحدة وألفظ الكاف الأولى والكاف الثانية، يدركو، يعني ما بقولش يدرككو. لو بدي ألفظها إذا مظهرة حقول يدرككو، غلط، هي أدغمت إدغام كامل، فبصير يدرككمو، يدرك كومو. طيب الواو أدغمت بالواو اللي بعدها فصارت ايش؟ واو مشددة. اذا الواو الاولى ما بلفظهاش، بلفظ الواو المشددة، يعني بجيب واو ساكنة وواو متحركة بنفس الوقت، اذهب الى مخرج الواو مرة واحدة، عصوا، بقولش عصوا و عصوا، لا عصوا، عشان هيك حيصير في عندي نوع من النبر، عصوا، لاني بدي اروح على واو التشديد. طيب الباء هنا في اركب، معنى لا ببلفظهاش اركب، معنى هي مدامها خالي من الحركة يعني معناته الباء لا تلفظ. اركم، اركم، كم، كم معنى. والميم اجيبها مشددة يعني غنة طويلة، اركم معنى، اركم معنى. طيب اللام لما تيجي خالي من الحركة نفس الشيء، هناك حكم، شو هو الحكم؟ اللام بلفظهاش، ليش؟ لأنه الراء مشددة، بقول وقر قر، ولا أقول وقل را، أقول وقر ربي. اللام تحولت إلى راء مشددة ساكنة ودخلت في الراء اللي بعدها، هاي معناها. طيب القاف في حال إذا كانت خالية من الحركة والكاف مشددة في قراءة حفص، حنقول نخلق، نجيب القاف، لا نخلقكم، نخلقكم، واضح؟ في قراءة إلها في قراءات تانية غير حفص، بس حتكون الكاف غير مشددة، فإذا كانت الكاف غير مشددة بنصير نخلقكو، حنجيب صفة الاستعلاء في القاف، لا هنا عندنا في قراءة حفص نخلق، ومش حجيب طبعا همس، بس بدي اوضح لك اني بألفظ كاف على طول، لام كاف كاف، نخلقكم. طيب السماء، اللام، اللام شمسية، عشان هيك وضعوا لك اياها خالي من الحركة يعني ما بلفظهاش، أدخل على سين على طول مشددة، أس، السماء. طيب هذه إذا كان الحرف الأول خالي من الحركة وبعديه مشدد. طيب في حال إذا جاءت خالي من الحركة وبعديها خالية من، برضو ما فيش عليها حركة بس مش مشددة، زي هيك الطاء خالي من الحركة والتاء ما فيش عليها شدة، اذا ايش الحكم؟ الحكم اني حجيب ادغام ناقص. كيف يعني ناقص؟ يعني حجيب صفة من صفات الطاء اللي هي صفة الاستعلاء والاطباق،
أحط تو حيصير عندي إدغام ناقص، هجيب صفة الطاء وأدخل على التاء. أحطتو بسطتو بص بس بسطتو بسط أطبقت واستعليت في الطاء، ولكن جبت التاء على طول على طول، وإلا لو إنها مظهرة بدي أقول بسطتو بسط، بدي أقلقلها، لا لا قلقلي ولا أعطيتها إلا صفة الاستعلاء والإطباق بس. بسطتم فرطتم فرطتم ليش طيب؟ فرطت ليش طيب؟ لأنه الطاء قوية جدا ما بتدخل دخول كامل في التاء، لكن إذا كان الحروف اللي هنا متساوية في القوة تقريبا، الباء والميم والسين واللام والقاف والكاف تقريبا، يعني ما فيش هالقوة في الأول أكتر من الثاني، بل ممكن الراء تكون أقوى من اللام، تمام؟ فبالتالي ما بيكونش في عندي إدغام كامل، إدغام ناقص. تدخل القاف في الكاف، تدخل اللام في السين، بدخل الباب مع الميم، دخول كامل. لكن هنا حرف الطاء أقوى الحروف، تدخل دخول كامل صعب، وبالتالي لازم تعطي أثر إلها. فحقول أحطتو بسطتو. وضحت المعلومة؟ المهم أي حرف خالي من الحركة هناك حكم. طيب في حال الميم والميم والنون برضو نفس الشيء، ميم خالي من الحركة هناك حكم، حيكون حكم إدغام. فإذا جاءت وراها ميم مشددة تدخل الميم مع الميم. لكم ما لهم من، تمام؟ فحتلاقي وراها يا إما حيكون ميم مشددة يا إما حيكون بعديها باء، وبالتالي هناك حكم برضو إخفاء. الأول كان إدغام والثاني كان إخفاء. ترميهم بحجارة، في غنة في غنة. الميم والنون مدامها خالي من الحركة هناك حكم على طول، ماشي؟ وما هم بمؤمنين. طيب إذا جاءت في النون شو بده يصير؟ النون طيب النون برضو هناك حكم. يا عمري انت وياها يا مستمعين، الله يسعدكم، ومشاهدين، هناك حكم. طيب شو الحكم هون؟ ولن نشرك، مدامها خالي من الحركة هناك حكم. اجا بعديها نون مشددة ميم مشددة، حعطيها ايش؟ غنة. ولن نشرك من مال، حعطيها برضو غنة. لو أجاء بعديها أي حرف شيء نكر خيرا لا، هنا في استثناء ننتبه. إذا جاءت النون خالية من الحركة هناك حكم اللي هو غنة على طول، ما عدا إذا جاء بعدها لام مشددة وراء مشددة، هنا ما بعفيش غنة لأنه فيها حكاية غنة وما غنة، إذا هناك حكم. شو هو؟ حيكون إدغام كامل أو إدغام ناقص أو حيكون عندي إخفاء، بس في بحكاية الغنة في إيش؟ في استثناء. ما هو الاستثناء؟ مع اللام المشددة والراء المشددة. النون حتدخل مع اللام دخول كامل، فحقول مل لدنه، من ربك، من را. النون خلص دخلت في الراء، هنا النون دخلت في النون، أوكي. والنون هنا مشددة، إذا غنة طويلة.
نون دخلت في الميم، نعم الميم فيها غنة، حقول ممال. هنا التنوين هذا شايفينه مزيوح عن بعضه، والتنوين بالشكل هذا والفتحتين بالشكل هذا، نفس حكم النون الخالي من الحركة، نفس حكم النون الخالي من الحركة. شو هو؟ اعطي غنة على طول الخط ما عدا مع اللام والراء. خير لكم غفور الراء. ما بلفظش النون الموجودة في التنوين، هقول غفور الراء خير لا، لكن هنا هجيب غنة عادي زي بالضبط النون الخالي من الحركة. شيء نكر هنا ايش؟ خير من، خير رمن. النون هنا ادغمت في الميم ادغام كامل، فبقولش خيرم هيك اللفظ الصحيح. هنا شيء نو. طيب في عندي كمان لو جاءت برضو النون خالي من حركة، قلنا هناك حكم يا إما إدغام يا إما إخفاء. النون مع الدال هاي من دوني حجيب غنة، أن كان في غنة، من قبل في غنة، بس هنا غنة مفخمة. إذن في الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، فإذا جاء حرفها حرف مفخم بعديها حتجيبيها مفخمة. وين حتروحي؟ حتروحي على معمل التفخيم ورا عند القاف، من قبل هنا مرققة. شيء شهيد، شايفين التنوين المزيوح عن بعضه والفتحتين مزيوحين عن بعض والتنوين بالشكل هذا، يعني معناته في حكم. شو هو الحكم؟ يا إما إدغام يا إما إخفاء. طيب ايش اعمل؟ بعطي غنة على طول الخط ما عدا اذا جاء بعدها لام مشددة او راء مشددة حكيناها، ولا الباقي حيكون معناته في حكم ادغام بغنة، ادغام بغير غنة اذا كانت لام مشددة راء مشددة، والباقي كله حيكون في غنة اخفاء. يا اما اخفاء بغنة رقيقة يا إما إخفاء بغنة مفخمة لو جاء بعدها قاف صاد ضاد. تمام، هيكون هناك حكم، هيكون هناك حكم. منصو بقولش من، بقول من لأنه الصاد مفخمة. تمام، ولا الباقي كله حيكون إيش؟ مرقق. هنا حيكون مفخم، ليش؟ لأنه القاف مفخم. من قبل وضحت المعلومة؟ إذن أي حرف في القرآن خالي من الحركة هناك حكم انتبهي له، فإذا جاء بعدي مشدد ادغمي ادغام كامل، إذا ما جاء مشددا هناك حكم يا إما ادغام ناقص يا إما في النون والميم إخفاء. والله أعلم.